إلى لحق الخضيرة، إلى بلاد الفل وبستان الحسين، إلى أرض الفن والشعر، إلى كروانها الخاص، رائد الأغنية اللحقية الفنان عبد الكريم توفيق، صاحب الصوت الفريد الشجي المترنم الذي وصف بأن لصوته ومضات الكمان وحلاوة الناي، غنى وترنم وأسعد كل محبيه وعشاقه منذ أن كان طفلا صغيرا. تميز بشخصيته الفنية المستقلة وتغنى بكلمات وهبها من روحه ووصل بصداها إلى أسماع وقلوب محبيه. تحدى الحب يا ويلي، تحدى الحب يا ويلي، نسي كل اللي كان، يقول لي ما مضى ولا نسي ذاك الحنان، يقول لي ما مضى ولا نسي ذاك الحنان، تحدى الحب يا ويلي، تحدى الحب يا ويلي، نسي كل اللي كان، يقول لي ما مضى ولا نسي ذاك الحنان. عبد الكريم توفيق فنان صاحب صوت شجي ومترنم، له ومضات الكمان وحلاوة الناي، عرف كيف يتغنى به فأسعد جمهوره، صنع شخصيته الفنية المستقلة، غنى في المخادر لأصدقائه ومحبيه كضيف شرف، عشق لحق وحوطتها وتعلم فيها أصول الغناء، غنى لكل ما أحس به واستجابت له ذائقته الفنية، كانت لحق موطنه الأول وصاحبة الفضل عليه بعد بروزه كطفل موهوب صاحب صوت ساحر وحنجرة ذهبية. تعلم على يد أساتذة كبار في التربية والشعر والتلحين كفضل محمد اللحقي والصنعاني وصلاح ناصر كرد، ظل وفيا لهم في أغانيه لمدرستهم الفنية الرائدة ومدرسة لحق في الغناء، فلم يغني غير ألحان لها الطابع اللحقي رغم تحول محل إقامته إلى عدن والتقائه بكبار فنانين. وقال القلب والعين يا ويعد الفنان الراحل عبد الكريم توفيق واحدا من مؤسسي الفن اللحقي، وبدأ مشواره الفني والغنائي في خمسينيات القرن الماضي في محافظة لحق، ثم لمع نجمه في الوسط الفني وساهم في رفض مكتبتي إذاعة وتلفزيون عدن بتسجيلات نادرة خلال مسيرته. تميز الفنان عبد الكريم توفيق بطبقته الغنائية الفريدة التي استطاع عبرها المزج بين العديد من طبقات السلم الموسيقي، إضافة إلى صوته الدافئ حتى أطلق عليه بلقب كروان الحسين. لمع نجم الفنان عبد الكريم توفيق بنهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضي ضمن عدد من الأصوات اللحقية الشابة أمثال الراحلين فيصل علوي ومحمد صالح حمدون ويسلم حسن صالح
ومحمد عوض شاكر ومهدي درويش وآخرين كانوا من تتلمذ في المدرسة الفنية اللحجية التي أرساها الأمير أحمد فضل القمندان، وواصل بناءها فضل محمد اللحجي وعبد الله هادي سبيت وغيرهم من الشعراء والفنانين الكبار. اليدان يدان 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 الفنان عبد الكريم توفيق صوتا جميلا، وتفنن في ترديد المقامات الموسيقية العربية المختلفة، وغنى للكثير من الشعراء المرموقين كالشاعر عبد الله هادي سبيت والشاعر مهدي حمدون والشاعر صالح نصيب، وأبدع في تقديم الملاحم الفنية الجميلة مثل أغنية يقول لليل توب وابو العيون السود ويلي تركت الدمع، يقولوا للهوى قسمة رخصة شل حبة، يا قلبي الجريح تقول العين ذا ملكي الله عليك يا شعبنا. ألا يا قلبي الجريح أعلنها الصريح، قل لأنك تحب وأحلف لا برب. ألا يا قلبي الجريح أعلنها صريح، قل لأنك تحب وأحلف لا برب. أوه أما يرحمك. معظم أغاني الفنان عبد الكريم توفيق لا تزال خالدة حتى اليوم، وتمت إعادة العديد منها بأصوات شابة وبفرق موسيقية كبيرة، ولا تزال محفوظة بوجدان جمهوره ومستمعيه في الداخل والخارج منذ أكثر من 50 عام، وتزخر مكتبتا إذاعة وتلفزيون عدن بالعديد من الأغاني والتسجيلات النادرة لمسيرته الفنية الزاخرة. وبعد صراع طويل مع المرض توفي الفنان الكبير عبد الكريم توفيق صباح الأربعاء في 30 أكتوبر 2019. قضيت العمر يا قلبي معذب، قضيت العمر يا قلبي معذب، بجحيم الحب قل لي ما السبب. قضيت العمر يا قلبي معذب، قضيت العمر يا قلبي معذب، في جحيم الحب قل لي.